السلام عليكم جميعا. في درس إنشاء تحليل البارسل فابريك الخاص لقطع الأراضي داخل بيئة برامج الأرك جي اس. في البداية مقدم عن هذا النوع من التحليلات، وأيضا في وصف هذا الفيديو يوجد رابط المقال اللي أنا فاتحه قدامكم. نبدأ الشرح ثم ننتقل إلى الأرك مام. إذا البارسل فابريك يتم داخل هذا النوع من التحليل حفظ وتخزين مجموعة من قطع الأراضي المتصلة وجعلها شبكة. شو المقصود بالشبكة؟ يعني متصلة بدون فراغات وبدون تداخلات، مثلها مثل شبكة التحليل الهندسي الجيومتريك وتحليل مجموعة بيانات الشبكة النتورك داتا سيت. طبعا اللي حابب ياخذ فكرة عن هدول الأنواع من التحليل يضغط هنا، هون مثلا تحليل الشبكة الهندسية، بفتح له مقال أو موضوع عن هذا التحليل، وأيضا تحليل مجموعة بيانات الشبكة تقدروا تستفيدوا من هذا المقال. إذا تتكون مجموعة قطع الأراضي من ظواهر جغرافية بتمثل قطع الأراضي على شكل مضلعات وخطوط ونقاط. كيف يعني؟ إنه في عنا طبقة بوليجونز ولاين وبوينت لازم تكون موجودة داخل هذا النوع من التحليل. مثلا البوليجون اللي هو حدود ومساحة القطعة، أما عنا الطبقة الخطية اللي بتمثل محيط المضلع أو قطعة الأرض يعني، والطبقة النقطية اللي هي بتمثل عن نقط نهاية وبداية الخطوط اللي هي يعني حدود القطع الأراضي يكون موجود عليها نقاط. إذا عند إنشاء تحليل لقطع الأراضي يتم إنشاء نسيج من الطبقات لا تتجزأ كما ذكرنا سابقا في بداية هذا الدرس، أي أنها تكون متصلة مع بعضها بدون فراغات gaps أو تداخلات بين الحدود الأوفرلاب. لذلك يتم استخدام بناء التوبولوجي. إذا بدك تقرأ عن التوبولوجي نضغط هنا على التوبولوجي تتعرف عن كيفية إنشاء التوبولوجي. نرجع للدرس لتحديد علاقة. إذا بتم استخدام أو بتم بناء التوبولوجي قبل القيام بهذا النوع من التحليل لتحديد العلاقة الشكل الهندسي بين المضلعات والخطوط قبل إنشاء هذا النوع من التحليل. إذا في عنا قواعد لازم نعملها لما ننشئ التوبولوجي، وهاي القواعد هي بتم استخدامها في بناء البارسل فابريك. هاي هذول القواعد، ست قواعد تقدروا تفهموا كل قاعدة بالنقر على هذا القاعدة. مثلا القاعدة رقم واحد ننقر عليها هاي القاعدة، مثلا قاعدة رقم ثلاث هاي القاعدة. دول يجب انه يتم استخدامهم في التوبولوجي. بعد التحقق من صحة التوبولوجي يتم ادخال طبقة التوبولوجي وطبقة مجموعة تحليل قطع الأراضي. يعني احنا بنكون بإنشاء توبولوجي وإنشاء بارسل فابريك بندخلهم داخل هاي الأداة. لو ضغطنا عليها بيفتح عنا وصف وتفسير لجميع المدخلات داخل هاي الأداة. اسم الأداة load a topology to a parcel fabric. نقدر احنا او الافضل انه نقرأ عن هاي الأداة ثم نكمل باقي الخطوات. قبل الانتقال الى الارك ماب في شغلات مهمة لازم نذكرها، انه انشاء هذا النوع من التحليل يتم فقط داخل مجموعة البيانات الداتا سيت الموجودة داخل الجيو داتا بيس. يعني ما بنفع نعمل على الشيب فايل، فقط على اللايرز او الفيتشر كلاس الموجودة داخل الداتا سيت. طبعا هذا التحليل قوي جدا في تاريخ قطع الاراضي من حيث العمليات المسيحية. يعني اذا تم تقسيم قطعة ارض او دمج قطعتين في قطعة واحدة بتم حفظ الاصل وعرض التحديث على القطع الحالية. يمكن إضافة البيانات الاتريبيوت تيبل الخاص لطبقة القطع الأراضي، ويتم تجهيز الخرائط، وأيضا يتيح لنا هذا التحليل العمل على ثنائي الأبعاد وثلاث الأبعاد 3D، ويعطينا تحليل قطع الأراضي خاصية تتبع كل تعديل وكل عملية حسب التاريخ والوقت على قطع الأراضي. هناك الكثير من الأوامر والخدمات والتحليلات التي نستفيد منها عند إجراء هذا النوع من التحليل، لكن إحنا راح نختصر بعض الأوامر أو بعض التحليلات راح يتم شرحهم. طبعا في عنا هون طريقة برضو كيف إحنا أو يعني تفسير لكل واجهة عند الإنشاء البارسل فابريك، وأيضا الأفضل أنه نكون بقراءة هذه الصور. ننتقل إلى التطبيق العملي. إذا في عنا زي ما اتفقنا أنه في لازم يكون عنا داتا سيت موجودة داخل قاعدة بيانات وفيها طبقات. انا عندي طبقة نقطية، او عفوا انا عندي طبقة من نوع خط وطبقة من نوع بوليجون.
هدول الأساس. طبعا إحنا مصدر للطبقات بيختلف، يمكن إحنا نكون نعمل عملية ديجيتايزنج مثلا ونعمل هدول الطبقات، أو مثلا ممكن ناخد مصدر من الأوتوكاد، أو ممكن شخص معين يبعث لنا داتا ونعمل هذا التحليل بارسل فابريك. بالبداية خلينا نعمل توبولوجي، نعمل رايت كليك على الداتا سيت نيو توبولوجي، نيكست نيكست، نختار الطبقتين نيكست، بعدها نعمل القواعد كما تم ذكرهم في بداية هذا الفيديو. القواعد الخاصة باللاين، عندنا هاي القاعدة، طبعا لازم يكون الطبقة الثانية اللي هي البوليجون اللي هي البارسلز. نروح على قواعد القاعدة الثانية، الاوفرلاب الخاصة بالخطوط نفسها من الطبقة نفسها يعني، والقاعدة اللي تحتها الانترسكت وسنجل بارت. بعدها القاعدة الثانية نختارها هاي، نعمل اوكي. في عنا هذول خمس قواعد، في عنا القاعدة رقم 6 الخاصة في البلوجون، القاعدة الباوندري must be governed by، نتأكد انه هون الطبقة لاين. طبعا فيش الا عندي انا طبقتين يعني، واضح. نعمل اوكي، بعدها نيكست، هاي الملخص وفينش. هيك تم انشاء التوبولوجي. طبعا لازم حل جميع الاخطاء ان وجدت. نعمل ستارت اديت، تمام، نشوف شريط كشف الاخطاء الهندسية اللي في التوبولوجي. نعمل سيرش ناو، ما في عندنا ولا خطأ. زي ايش مثلا ممكن يكون في اخطاء؟ يعني لو اجيت على الطبقة الخطية هاي وتخيلنا انه هون طالع عن البوليجون البارسل، شايفين هون في زي يعني في خطأ. نعمل ابديت، هاي اعطانا انه هون في عندنا خطأ. مش لازم يكون هذا الخطأ، كيف بدنا نعالجه؟ بكل بساطة بنمسك هذا الخط، نعمل له ريبليس. في اكثر من طريقة طبعا لتصحيح الاخطاء، ونمشي على نفس نقاط الفيرتكس. هون في عندنا نقطة، تمام. نشغل التوبولوجي، نعمل ابديت، وهون سيرش ناو، ما في عندنا ولا اي خطأ. طبعا اذا كنا احنا مستثنيين اخطاء معينة ما بنفع، لازم يكون زيرو ايرورز، يعني مش لازم يكون ولا خطأ في التوبولوجي. نعمل ستوب اديتنج ونسيب اللي احنا عملناه. بعدها بنروح على التول بوكس، في عنا اداة موجودة داخل صندوق ادوات البارسل فابريك في الداتا، اول خيار يعني اول مربع. بعدها في عنا هاي الاداة load a topology to a parcel fabric، يعني انشاء البارسل فابريك من خلال التوبولوجي. طبعا احنا بنقدر باكثر من طريقة، لكن في هذا الدرس راح يتم التعرف على انتاج او انشاء هذا البارسل فابريك من خلال توبولوجي، وهي افضل طريقة انا في وجهة نظري. دبل كليك على الاداة، او عفوا قبل ما نروح على هاي الاداة بدنا نضيف، نعمل جريت او نعمل نيو بارسل فابريك، بنسمي البارسل فابريك، بعدها نيكست. هذول جميع الخيارات نخليها ديفولت زي ما هي موجودة، لانه احنا راح ننشئ بارسل فابريك سيمبل بسيط جدا. نيكست فينيش، هاي تم انشاء البارسل فابريك موجود عندنا بهذا الشكل موجود. طبعا بنروح على الاداة دبل كليك. طبعا الشروط انا من وين جبتهم وكيف عرفتهم، هاي الشروط موجودة هون، يعني الاداة هاي نفسها هي بتشرح لي القواعد المطلوبة والمهمة. في المربع الاول او في الخيار التارجت بارسل فابريك نختار الطبقة بالبارسل فابريك. الخيار الثاني اللي هو التوبولوجي، نختار طبقة من داخل التوبولوجي هاي البارسل. طبعا لازم تكون البارسلز اسم الطبقة بوليجون. باقي الخيارات نجعلها افتراضية، نعمل اوكي، وهيك احنا تم انشاء بارسل فابريك. هاي طبعا هذول الطبقات بطل لهم لازمة، هاي نعملهم ريموف. هاي عنا هذول الطبقات، نعمل زوم. احنا مثلا هاي في عنا طبقة الخطوط،
أي أخفيتهم ظهرتهم، ومثلا طبقة النقط. تمام، هسا احنا شو التحليلات اللي بنقدر نعملهم؟ تحليلات كثيرة، لكن في هذا النوع او في هذا الدرس نعمل تحليلات بسيطة جدا. نفعل الإيديت ونجيب الشريط الخاص بالبارسل فابريك، اسم الشريط طبعا بارسل إديتور. نرجع على المقال، ولا بس نتذكر شو التحليلات اللي يتم شرحها. إضافة خطة ورسم قطعة أرض اللي يتم إضافتها إلى التحليل. يعني إحنا لنفرض إنه إحنا بدنا نرسم قطعة نضيفها على هاي الشبكة. إذن إحنا كيف نقوم برسم قطعة جديدة نضيفها على هاي الشبكة الخاصة بالبارسل فابريك؟ نروح على هذا الأمر النيو بارسل، نروح على الخيار الثالث الموجود عندنا هون، ونختار على هذا الأمر ونقوم برسم القطعة. طبعا باخذ عنا السناب. تمام، بعدين بنحكي له كيب اند جوين. بعدها بنختار هذا الامر، بنعمل جوين، بعدها نعمل ان سيلكت. هي احنا هيك رسمنا قطعة جديدة. اما بالنسبة للخطة، احنا كيف نضيف خطة؟ طبعا الخطة بتعرض لنا شو صار في، يعني بتعمل تاريخ لجميع التعديلات. لو رحنا على نيو بارسل كمان مرة وعلى البلان، بعدها على البلان، بعدها بنكتب احنا او بنعمل على جريت بلان، بنسمي الخطة. طبعا هذا الاسم تلقائي بيجي مع الوقت والتاريخ. بنعمل اوكي، نضفت لنا احنا هيك خطة، نعمل تحديد لهي الخطة ونعمل تعيين. هيك احنا بنصير نشتغل على هاي الخطة. يعني اي تعديل او اي اشي يتم ادخاله من خلال هاي الخطة بتم حفظها. ننتقل للتحليل الاخر اللي هو الخاص في تقسيم القطع. يعني في عنا احنا قطعة نقسمها لجزئين او اكثر. نعمل سيلكت على هاي القطعة الكبيرة من اداة التحديد السيلكت. بعد ما قمنا بتحديد هاي القطعة بنعمل رايت كليك، بنختار تقسيم. طبعا خيارات التقسيم احنا كثيرة ومتعددة. مثلا هاي في عنا رقم الاجزاء، مثلا احنا بدنا 3 اجزاء، والطريقة والشكل ومن وين ومن والاتجاه، وفي اكتر من خيار. نعمل الخيار اللي جانا ديفولت، بعدها بنعمل اوكي. بتلاحظوا تم تقسيم هاي القطعة على 3 قطع، وتم حفظ الأصل. يعني أنا هيك عملت سيلكت للأصل، بقدر أعمل سيلكت للجديد. طبعا أنا بعد بقدر برضو كمان مرة أعمل سيلكت. هون في عنا 3 قطع، والقطعة الأصلية يعني 4 قطع معمولهم سيلكت. على طبقة البارسل نعمل رايت كليك وأوبن أتريبيوت تيبل. هاي القطع اللي معملهم سيلكت، في عنا التواريخ وفي عنا كثير شغلات وكيف تم التقسيم. هاي القطعة الأصلية، وهي الجزء الأول، الجزء الثاني، والجزء الثالث. أيضا إحنا بنقدر نرقم القطع. مثلا عنا هدول القطع، هذا عملهم سيلكت، وفي حقل اسمه النيم. هاي النيم، طبعا هذا اسم تلقائي جاي. انا بدي اعمل ترقيم لهدول القطع. بنروح على اداة الترقيم، كيف بدي يتم الترقيم السريع. نختار احنا خط، بعدها دبل كليك، من وين ابلش الترقيم. انا بدي ابلش الترقيم من رقم 65، نعطيه اوكي. نرجع نعمل سيلكت، بنلاحظ صار عندنا في الحقل الخاص بالنيم. هاي نعمل تصفيت او فرز، فينا هاي أول قطعة رقمها 65 وآخر قطعة رقمها 80. هيك أنا رقمت جميع القطع بكل سهولة. أيضا في عنا توحيد القطع، نفس الإشي إحنا بنقدر نعمل هاي سيلكت لهذول القطعتين، بدنا نعملهم توحيد، رايت كليك، نعمل ميرج، نعمل أوكي. هاي صاروا عنا، هاي نعمل سيلكت عليهم كلهم، هاي القطعة الأولى وهاي القطعة الثانية وهاي القطعة اللي نتجت جديد. ايضا بامكانكم الاطلاع على جدول البيانات لفهمه لسهولة العمل في هذا النوع من انواع التحليل داخل برامج الـ ArcGIS. طبعا التعديل على القطع
آخر طبعا ترقيم القطع احنا تم شرحه. بالنسبة لتعديل القطع، مثلا انا بعمل سيلكت لأي قطعة، بروح على هذا الخيار. في عنا اكثر من امر، عنا هون بقدر اعمل موف، بقدر اعمل اغير السكيل للقطعة، بقدر اعمل روتيت، بقدر كتير شغلات، وبقدر ايضا اعمل كانسل، يعني اطلع من هذا الشريط. نرجع على هذا الشريط، مثلا انا بدي اعمل سكيل، بدي اغير سكيل لهذه القطعة، هي كبرت السكيل، بعطيه بعديها على إشارة التك. لاحظوا انه الجميع تغير الحدود وكل اشي تغير. ليش؟ لانه انت لما تعمل تحديد، لانه لما تعمل تحليل بارس الفابريك بضل المحافظة على النسيج الخاص بين القطع، يعني ما يعني مستحيل يصير في تداخل او فراغات بين هاي القطع. طبعا انا بترك لكم المجال انكم تتعلموا وتكملوا تعليم في هذا النوع من التحليل. كل هذا الشرح كان بس عبارة عن مقدمة بسيطة، وبتمنى من الجميع انه يكون استفاد من هذا الشرح، والسلام عليكم.